الإخوان، السلام عليكم. واليوم تنجعوا على الجزيرة من هذا البار. انتم كما تشوفوا تضامنا مع واحد مع صحفي مغربي، مع عندك السمية بحال ديالك المغنيين ديال الملحون عبد الصمد، ماشي حاجة ما عليناش، حنا ما شفنا، حنا ما نبغوش الحقرة، نو تو الحقرة، الحقرة ممنوعة، حنا تنضامنوا مع أي واحد محقور. فهمتي؟ فلهذا اليوم غادي نحيدوا الجزيرة من هذا البار، هذا البار من اليوم فصاعدا، هذه الجزيرة ها هو هذا التلفزيون دابا غادي نلوحوا، كنديروا هنايا على الناس اللي بغيو يتفرجوا في الجزيرة انجلش شانل، غادي نحيدوها، غادي دابا نديروا سكاي ونديروا بي بي سي وورلد ونديروا بي بي سي ان ان. فلهذا انتوما اللي ما تعرفش الجزيرة، ما غنحيدوا لونتين هنايا، يمسح لينا الفيو ونديرها انتوما. انت الجزيرة ممنوعة في هذا البار، ها هي فلهذا انا اجي المراكي وقف قف ندير وقف هزهاك هكا التلفزيون، عطي شي واحد غادي المغرب يوصلوا. ها التلفزيون هذا غادي نصيفطو مع شي واحد يكون غادي دابا الصيف، دوك الجالية الكوان تجي تهز معاهم الزبل، فنعطيهم هكا ويديو معاهم في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله. هو اجي عاوني في هذا، اجي عاوني الله يرحم باك سير حطو تما، وعيط داك السيد اللي عندكم من العائلة، قولي يجي يهزو، ملي يكون غادي لدوفر غادي للمغرب قولي يجي يهز عندنا يهز الزبل هذا ديالي. دابا ما عندنا ما نديرو بهذا التلفزيون هذا، هو شتيه، ها هو ديال الجزيرة. انتوما شوف ها هو هذا غادي نلوحوه، دابا غادي نلوحوه غادي نصيفطوه المغرب باش يحبسوه الديوانة وتخلصوا من عندهم الرشوة. الله يطيركم. الله عاوني 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 الكل، عاوني 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 عاوني. فلهذا هنا دابا المشكل، حنا ماشي سوقنا فيه غادي يبقى بلا خدمة ولا شي حاجة، لأن هادو الصحفيين تكون عندهم ليد مع قلبوها. هاهو هاد البار هذا ممنوعة فيه الجزيرة، هاهو شتيه هانتوما هانو إنها شتيه هاهو في هاد البار هذا. فلهذا دابا حنا ماشي جينا، لأن حنا ما عندنا ما نديرو هنايا، فهمتي، حنا على سبة فيما كانت شي حاجة فيما تيبان لنا شي واحد محقور تنوقفو معاه. فلهذا حنايا دابا ضامنا، ولكن دابا هاد السيد هذا قالك تحاموا عليه ثلاثة ديال هادوك فين جا الشرق، هادوك اللي كاين في الشرق، شي وحدين معاه في المظاهرة ديالو في ديك الجزيرة، ديك الجزيرة اللي عبر عليهم هما الميريكان. ملي قال لك شي ديال صدام حسين بومبارداهم، ضربهم ضربوا ديال الجزيرة، هما يسكتوا فيهم الهضرة، ولكن حنا بعد علينا باش نضربوهم، ليه ما عليناش. هاد الجزيرة هادي هادو ثلاثة من ديك الدولة ديال الدولية الكبرانات، إيوا اتفقوا عليه جراو عليه، هو قال ضربته النفس، إيوا كتب واحد تغريدة ماشي يقولها بالعربية، كتبها في واحد هذا، ومي قالوا لي حيدة، قال لهم محيدة، قالوا المهم اسمحوا لي على اللغة، قال لهم محيدة شي حاجة، ملي هما يجرو، وكيبقى على شي خاف. دابا انتوما بحال دابا هذا معلو 26 عام اكسبيريانس في الجزيرة، الجزيرة يحتاجوه المغاربة، وزيدوا معاه يخدم مع المخابرات دغيا يتكلم مع شي واحد يعطيو شي بوست، أما يخليوه تما ويعطيوه باسبور دبلوماسي ويخليه تما كالناطق الرسمي ديال الحكومة المغربية بي 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 بي, بي شنو هذيك الدوحة يديرو تما ويخلي لهم تما بحال عكاز بحال مصبرجعة، يبقى لهم تما دابا يعبروا يديروا لي، يقول لي بغيت تبقى في قطر يبدلوا لي الباسبور وصافي، يعطوا لك بوريطا بوزرويطا، يتكلم مع الخارجية ديالهم يقول لهم هذا بيرسونا غراتا، ايوا صافي ولي تما، ايوا عمل الناطق الرسمي والجاسوسي ديال ما اللي حبتهم هادو كاع اللي تخدموا مع منهم هذا المروكي، هذا المروكي وداك الاخر اللي ينعس ليه
شفت بقى يقلب لي اش تقلب اش عندك دير امك بعد شو الحاب يقلب لي في التلفزيون قال لي خليه ليا فاش تخليه ليه اللي واش الجزيره ولا واش الجزيره قاعده تبقى هنايا ملي ما عليناش فلهذا فاش كنت نسمح لي نشرب قهوه قلت لكم اسيدي ولا لا لا دابا هذيك يخدموا مع البحلال الاذاعه ديال المغرب اذاعه ديال في الزبل بحلال يدخلوا وكيل داك العريشي ما يبغيش يخدموا تيخدم غير دوك تيدوروا معاه اما هذا عنده 26 عام على الغربه الغربه عنده واحد التجربه يقدروا يخدموه في ديك اذاعه دوزيام حقك دوزيام مع الليل اليوم ما عرفتش بالليل امتى الليل اليوم اليوم مع الليل مع الليل غيديروا واحد البرنامج البرنامج على الدار البيضاء على تاع الوداد ماشي الحياه الوداد الوداد ديال الدار البيضاء تحيه للولد المغلف الشباب ديال الدار المغلف تحيه لكم غيديروا يتكلموا على التاريخ ديالها وكيفاش كان واش ها اللي قلنا لكم حنايا علاش حنا نغوتوا دابا هذاك البرنامج اللي داروه يقدروا يعملوه ك كيما تقولوا حنا النوليدج يديروا في البرنامج اي عروبي بغى شهاده السكنه ولا بغى شهاده الحياه ولا بغى يسجل ولدو شي حاجه ولا بغى يدوز البيرمي غادي نقولوا ليه واش حافظ هذا الدوكيومونتير اللي غيديروا اليوم على الشيخ دوزان العروبيه خصهم يقراوه باش يعرفوا في التاريخ ومن يقراه المقدم يدوز الامتحان بشي 100 درهم امتحان يدوز لهم وينجحهم باش يبقى يعمر لي الدرب ديال العروبيه ملي كيفاش القضيه يديروها لهم في النوليدج هذا كيما تيديروا لي هنا دابا الناس اللي بغاو لي بريتيش باسبور خصو يدوز نوليدج تيقولوا لي شكون هو الملك ديال فلان فلاني فين هذا فين جا البار ديال اللورد ابي خصو يعرف هذا البار فهمتي كثر لي كان من نورد افريكا تعتمد هاد الاسئله فهمتي ايوا تي هذا فهمتي هذه فكره حسنه بحال بهذه المدايه هذه خصهم يعملوها في لوتوروت كبيره ويلكم تو كازا بلاك ويعملوا هذا فهمتي قال لك ما كاينش الفيلم واش كاين داروا ماشي ولا الدار البيضاء شي واحد اسمه قلوش ولا ما عرفتش شي واحد ما عرفتش قال لك با تي قال لك با تي تقول لهم البغريره والمسمنه والفكوزه الله يجعل معليش دابا هذا هو المشكل دابا وكثر لك موين الطاكسيات هذوك موين الطاكسيات هما اللي بغا ياخذوا البيرمي ديال الطاكسي خصو يدوق في الدار البيضاء خصو يتفرج ذاك الفيلم هذا الدوكيومونتير اللي غيديروا لهم مع العشيه يتفرج فيه ويحفظ التاريخ ديال الدار البيضاء ويعلق في الحاله دي علق فاضي علق على جناح السلام ولا بسم الله الرحمن الرحيم في المرايه البارب كريز باش ما يشوفش مزيان يعمل كسيده يعمل بحال هادي يعملها في اللور ديال الطوموبيل باش ما يدير بحال هادي صغيره يديرها في الطاكسي ديالو الطاكسي ديال الدار البيضاء باش يعرف شكون انايا فهمتي هادي يديروها لهم هادو بحال هادشي اللي خصهم يديروا لهم هادو هاد موي الطاكسيات انا نسمع لك اسمو داك تي جي بي تي جي بي ما عرفتش سميتها اسمو تراس بول بحال تي جي ني والله قالك يتكلم على موي الطاكسيات هذا اسمو تي جي بي هذا دائما تيبغي تلصق دائما تيبغي هذا ما كاين راه هو هادشي تكلمنا عليه شحال هادي على موين الطاكسيات ماشي غير الدار البيضاء في المغرب كله تكلمنا عليه ممكن هو ما قدرش هو السوليسيون ماشي السوليسيون ديال شمو لا 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 الحل ماشي الخل لا لا الخل الحل ديال هاد الازمه ديال هاد الشيء ديال الفوضى ماشي الفوضى لا الفوضى في هاد النقطه الفوضى شكون هو السبب ديالهم قال لك عندهم النقابات خصهم يتكلموا عليهم هادوك لي ديليغي ديال النقابات كلهم انا نقول لك كلهم عندهم خريانايا مربين اللحيه تيقولوا اسمه حاج لابس صنداله ضفارو طوال خانزين هادو هما لي ديليغي وعندو كريمه لجوج او تيقول راسو الحاج مشى الحاج فهمتي هادو الكفار هادو المسلمين المنافق بغيتي انت تكلموا على المصالح هو المخير هما كلهم عندهم كريمه هادو لي ديليغي هادو الممثلين ديال النقابه فهمتي شوف الحل واحد باش نحلوا المشكل نحيدوا الكريمه مع ذلك انت عندك كريمه واش عندك كريمه هي لك تجيني عندك هذا كريمه راه بحال والو كون عاطيك شي كريمه ديال الكار
بركان السعيديه دايركت لاين ما تدوزش عليها انت تكون عندك انت كريمه تلعس الكاب المخزن تكلم على هذا وهذا وهذا قال مشى لاكدال مشى قال يدير الفوضى اي وشكون يدير الفوضى انايا لا لان المجلس ولا المجلس البلدي ديال الاكدال ولا ديال العروبيه انا مقلق على العروبيه الحمد لله اللي كيديروا فيها تي جي بي كانوا يديروا في الخرجه هاد الثمن ديال الطريق ديال هنايا ويديروا لهم الصف ويديروا لهم الكاميرات اللي جا الاول يهز البلاصه الصف ويبقاو حنا الطوموبيله ديالهم ويجي البوليسي اذا ما كاينش يشد الرشوه اي واحد ما كاينش على الطوموبيل ديالو بروسي صافي ديروها اليوم غدا وصافي ديك الساعه يقولوا للنقابه ديالهم دوك لي ديليغي اللي عندهم خريا هنايا ومربي اللحيه واسمو الحاج وعلى جوج كريمات ومجوج المرا الثانيه ولابس صنداله ودفارو خنزير تنعاود نمشي نعاود الحمار قلت لك كيفاش قضيه فلهذا ما تقولش لي المشكل ديال هادشي ديال هادشي ديال مال التاكسي مساكن الله يكون في عون الله يكون في عونك نتايا بعد علينا ما تبقاش غمق علينا تتكلم على الجاليه غادي يعطيهم طاكسيهم الطاكسي والجاليه باش يسوقي فيهم الجاليه الا تيخون وما تيديكلاريش الطاكسي الا ما شدوش في الدوله ديالو شدو عندنا في المغرب علاش نقول حنايا انت تقول راسك انك مسلم تقول اقول قولي وهذا 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 استغفر الله شنو ما كاين استغفر الله لا والو انت هالوك الجاليه تحامي عليهم هالوك كلهم تكونوا مريحين في لاكاردي ميدي ولا لاكاردي نور اللي في بروكسل تلقاهم تما باركين النهار كله هما باركين تما غير الحق الصيف تيخواو ومنين تيجيهم الفلوس قول لي انت منين تيجيهم الفلوس هاد الجاليه تي هذا ايوا انا ساكن انا دابا انا في هذا البار خدام 24 ساعه على 24 ساعه قال لي واحد اختي البار لمرتك بحال حنا اختو لمرتي ومرتي خاتو لي بحال لان حنايا تنعملوا واحد القسمه تقول لها 50 50 ماشي بحال كي الكلب مشي عليك تيجاني على هذه اللي قال لي انا اخت البار لمرتي هو ما عرفش بان مرتي ما تنساوش لي لانيفرسير في 19 جوان 47 عام ديال الزواج 47 عليكم 47 مع هاد المراه هادي فين هي مشات طب الفلوس هادي 47 عام ايوا فهمتي قول لي انا اخت البار لمرتي ديال سير ما نقولهاش بالعربيه سير تقود ما تنساوش تيتوليا اسمو التهاني انا ما كاين لا نوار لا فلوس لا والو ما عليك كاين شي قرعه ديال الويسكي صافي هذيك قبلها انا ما تاخذوش حنا الرشوه ما تاخذوش الهدايا حنا الحاجه اللي ماشي حرام هي تاخذوها بحال الويسكي بحال شي قرعه ديال الكونياك الكونياك عندي بحال هذاك عندي هذاك نقبلوهم عندي لان الخمر ماشي حرام عندي كيما كدير بكوك حرام وبقات تبعوا لي قسم ما قلت لك الدريه الغليظه فاطمه الزهراء كل مره هاي مره لابسه لك فن هاي مره لابسه لك اسمو ديال الحزن الابيض هذه ما كتخوني ما هي ما عرفتش واش ميته مات لها راجلها ولا طلقها راجلها ولا ما عرفتش دير ومعها هي تبارك الله عليها مغلفه اي ما تجيش الصهر والناس يقولوا في الدار البيضاء الحكايه 41 في الدار البيضاء وديك فاطمه الزهراء خارجه كتشد في عباد الله هي ولا كاسمو اسمو هذاك الله ما عرفتش ذاك الممثل اللي كان تيبكي ماشي تيبكي الاخر هذاك اللي كانوا في فلوسو تيباري ماشي يقول معني فلهذا هذا المشكل ديال التاكسيات هما الكريمات خصهم يحيدوهم يديروا لهم امتحان بكري كان انا باقي عاقل باقي بصغري كان شي ايامات با تيهز الطوموبيله ديالو ودير الكومي في غادي يقول نمشي نتسارى في الدار البيضاء باش يعرف فين كاينين الزناقي اللي كاينين فهمتي فين كاين السفاره هذه فين كاين هاد لاميسيون هذه وشوف بكري هي ديرو تدفع طلب العمل وتعطيك بيرمي انا باقي عاقل عليها هادشي ها رغم كانوا الكريمات تقدر تاخد اسمو وكثر ليك انت اتحادي مانيش ديك الساعه قلت لك انا باقي على خير واش بقى ولاد كريمه يجيب واحد الكويري كان يلعب في مايوركا ما في كان يلعب يجي يعطيو كريمه ديال الكار ولا واحد يبوس الماك على يدو يقول يعطيني كريمه هذيك بصير ولا وزيد عليها شنو ما نعطيهم كريمه راح تقوي مي كنتي كويري درتي فلوس باز جمع كرك معولني على الكريمه كريمه نحيدو هالكريمه ولا بغيت تاخذ الكريمه سوق الطاكسي يلا
هادي نحيدوها الكري ما نحيدوهاش، نديرو امتحان، امتحان نوليج، خصو يعرف فين جات، الكلينيك اللي تقتلو عباد الله، الكلينيك تيزيدو على عباد الله، السبيطار اللي فيه السيكيورتي عامل خبلة، هو يعرفو هادشي كاع هادشي مليح، والمقبرة اللي تيجيو الديابل وتيخرج الموتى من القبورة، خصو يعرف هادشي كلشي باش ياخد لا ليسونس ديال سمو ديال الطاكسي. هادشي اللي خصو يديرو لهم ويدوزو عطاوهم الامتحان، الامتحان ديال هذا ديال هذا، وجيبو لهم شي بحال هادشي. فين هو فين هذا ما فين فين درنا مانيش نقلب عليه ونلقاه عندي ما كاينش الله ما عرفت مشى هاهم هانتوما هانتوما شوف شتي هاد المكانه هادي كانوا العدالة والتنمية بغا يرجعوها ميناري سمعة هادي 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 قالك حرام دير هادي 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 هادو العدالة والتنمية قالو المكانة نحيدوها لأن حنا وقت الله بصح جوج المحلين حنا مسلمين مكانش عندنا المكانة بكري في أيامات النبي وشوف هادو كانوا بغا يحيدو المكانة أش بقى لهم حيدو النافورة وهاد النافورة تبدا غير في الستينات وحيدوها والله حرام و تيقولوا هانت ويعطيهم كتاب بحال هذا، هاد الكتاب هو كيف الضرب إذا اللي عقلوا عليه الناس اش من عمل الله ما بقاش عاقل من هذا anyway هذا من الستينات انا خرجت على الستين هاد الكتاب هذا فيه جميع المعلومات كان تبغي تاخذوا من عندك ديك ديال السياحة اللي حدا البومبية تما تمشي عندهم تعطيك هاد الكتاب هذا فيه لي زوتيل فيه لي ديسكوتيك فيه الاستيفارات فيه كلشي بحال هاد الكتاب هذا ما بقاش حيدو علاش لأن داك المندوب ديال السياحة قال لهم لا ما كناش اشناهو خد الفلوس دارها في جيبو وما عرف الفلوس فين مشاو حتى الشفاط شوف 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 هادو اللي بغا يعملو التاريخ على الدار البيضاء شوف الفرنسيس جا اون 1912 دخل الفرنسيس ياك مي عطاوه البشكيطة معنياش ديك داك العهد بدات فرنسا خرجت في 55 56 ياك خرجت شوف اش داروا في المغرب اش بناو ها المغرب ولا حنا نتكلم على الدار البيضاء الخويا عمر كرم الدار البيضاء من 56 اش دادوا فيها المراحل اللي خلاوها الفرنسيس حيدوهم هادو الكنيسات ريبوهم الجرادي باعوهم المدارس باعوهم لي ديسبونسير باعوهم هادو شوف قال لك عندنا الانشاءات لا عندنا الاملاءات ماشي انشاءات ما عندك والو شوف نتوما في البوفوار من 56 حتى دابا حسبوا ليها 56 44 44 و20 هي 64 وزيد على 69 عام هذا وانتوما شادينها ما درتو والو في الدار البيضاء والو درتو شي حاجه في لاكوت ما درتو والو ما عدا ديك ماكدونالد درتو في وسط الزن في وسط الشانتي اش درتو ما درتو والو درتو واحد القنطره باش الناس يمشيو يسحروا سيدي عبد الرحمن هادشي درتو ما درتو والو اش درتو والو ويك حنايا هادو حنا كازابلانكا وكازابلانكا يا كازابلانكا وكي خرجتو عليها نتوما يا العروبيه يا البراني خرجتو على الدار البيضاء نتوما اللي خرجوها شنو هو هذا خربق ايوا سيدي انا ميت خربق انا غنمشي بحالاتي صافي 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 غادي غادي نقعد بغيت نسيت لكم كارت بوصال ديال الدار البيضاء من هنايا نسيتهم لكم هما لي كارت بوصال نسيت لكم من هنايا باش عرفوا هاي 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 كازابلانكا باي نايت هاي شتيها هانتم 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 هالمحكمة شوف المحكمة كيفاش بناو الترانسفير المحكمة شوف المحكمة شوف على الفيو هذا شوف البلانين شوف المهندسين كيفاش يديروها شوفها كيفاش داروا لها دابا المحكمة ديروا لهم اش ديروا في المغرب وريني شي محكمة درتوها ها تم الحبوس المحكمة هذيك الوقيلة تبنات في الاخر ديال فرنسا شوف كيفاش داروا لها وداروا هذاك اسمه اسمو داك الحي دارو تما وانت تقول لي انت ديك كانوا فهمت بودي الحداده فتيق مديونه بودي البياضه مقابلين معاهم بودي السنيم المامونيه الفوق سكور شنوف كوزيمار شنوف عرفتو من داخل شنوف السينما الباهيه الشاويه الاطلس شهرزاد طلع فوق عند العروبيه الصحراء الاهرام اللي رابط عليهم زيد فوق عند ولد الحي السعاده والعثمانيه زيد يجي هنا يقول ولا المغربية ما شاء الله سي على المدينة مدينة الأخرى اسمها
والله ما عادش نقول لها لك السينما كانت تما ريو ريو ولابولو السينما عادي على فوكس ريبو انتم ما تعرفوا تريبو قالوا لي لحفاية ريبتو ايش درتو ما درتو والو من نهار جيتو ما درتو والو وهاد المشاريع اللي تبنيو فيها دابا نتوما هادو كانوا مخطين سيروا لي زارشيف عندكم في لاكاب تما في وسط العمل وتشوفوا لي خلاكم فرانسيس وانتوما اش ديروا ما تبنيوش تنقصوا منه خلاو لكم كل شيء باش خلاو لكم البلان ديال 100 عام شوف كيفاش نتي خمو تيجي واحد رئيس المسجد البلدي تيقول لهم انا مسلم لابس البرديله ولابس ديك البدعيه وتيقول لهم انا مسلم اسمو الاحياء ولا الماء ولا مالكش اشنو هذا غير الشفاره الشفاره واحد يقول لي مولاي علاش مولاي ماك اش دير لنا اي واحد عرفوا مولاي مولاي هي الزيت اللي سموا عباد الله فهمتي غادي نعرفوا علاش تقول لي مولاي ما كاين لا مولاي لا حبي فهمتي لا ما خدم ولا قودو فهمتي كيف انت راه ماشي اللي قلت قال السلطه لا قال لك المغرب برجاله واللي ما بغاش يخدم يحط الصوار يقود بحال هكايا شعارنا هو خدم ولا قو هذه باللغه ديال الدارجه ديال الدار البيضاء ماشي باللغه ديال السلطان لان السلطان مأدب ماشي بحالنا حنايا ماشي بحالنا حنايا لان السلطان مأدب ماشي يطيح لك النيفو ديال داك الحمار اسمه ماكرون هذاك ماكرون بغي لا وسي قال لي واش كنتي تجس عليه قال لي لا داز واحد شهر شهر ودافع عليه قال لي واش كنتي تجس عليه قال لي واش نتكلموا مع الدراري ولا مع الزز ايه واش هو هاد ماكر ما حشمش مين اللي هادو يسحبونا حنا الدول ديالهم انا باقي لنا شي 20 عام ولكن حنا غادي قد 20 عام اللي باقا هادو هاد بن سعيد وطبقته هادو كاع هادو اللي تيعلم الباسبورات تيخدموا لا جوندي ديال فرنسا باش يزيدوا لهم واحد ثاني واحد 50 عام باش تبقى دي من فرنسا تتاكل فينا تتاكل فينا هما اللي داروا 50 عام غادي يدخلوا فيها الغاز ويدخلوا فيها البترول غيدخلوا فيها هادو الحكومه وكثري هاد اليهودي اشلوخ يا هو يهودي مسلم بحال بن كيغان وبحال بن موشا وبحال الفيغي انا باش نوقف فيهم انا حنا كلهم حنا غير بيكونوا صهيونيين حنا بحال حنا المغرب قال جميع الديانات في عندنا قال لي واحد قال لي قال لي عندنا واحد قال لي قال لي بحال قال لي نفرح ربك بحال الكلمه قال لي قال لي الرجاء شو باش عرفوا ما هذا قال لي الرجاء خط ما قدرش يقولها احمر كامبو قال الرجاء شحال اسمه خط احمر اخضر شوف مش عارف حمار ما خاصني هذا انا تكلمني على الرجاء اللي هذا عروبي ماشي ولد الدار البيضاء ماشي ولد السلطان ما تعرفش الرجاء فهمتي تقولي رجاء الرجاء معروفه حتى الشفار ما قلتلكش الحمار انت الشفار قلتلك الرجاء كانستيتيزي ولا كفرقه ولا هذا فيها حتى شفار فيها تخلويد انا ما واش انت عروبي سقسي باك سقسي الناس ديال الدار البيضاء باقيين حيين ولا ميتين سقسيهم يقولوا لي كان هذاك الكوميتي ديالهم ديال الرجاء كانوا كل اكثريه محاميين ونقابيين معروفه هما اللي خلقوها الاتحاد ولا لا لا الرجاء كان اسمو لا غوش كان لا غوش معروفه من بكري ودابا دخلوا يرجعوها الوسط جيبي لي واحد تترازي قال لك احسن مسير داز داس باش عرفو تعرفو عروبية شفر لهم 600 مليون ومرجعينو ايه واش تي هادو بحال داك البرلمان هالشفر اللي كان يمشي للبرلمان ولا يشد رئيس فرقة قول لي شي رئيس ديال الفرقة ما فيهش تخلوين وريني شنو هو النصيري هو النصيري معروف النصيري غير قلب عليه في ايامات مراكش معايا شكون هو الاخر ايتمنى هذاك ايتمنى دوز الحبس شكون هو الاخر ها هذا بودريق راه عنده دوسي محكوم شكون عاوتاني الاخر ديال الاسفي هذا ما تكلمش عليه شنو هذاك برون ديال تطوان شنو هو كلهم غير الشفار فهمتي كيفاش نقو دابا غير نقو مثلا غير نقو غنمشي نقو نمشي دابا نتفرج في مانشستر يونايتد مانشستر سيتي العرب عليهم فهمتي كيفاش قلت لك نمشي نتفرج لا هادو شو دابا اليوم كاينه لاكريف دابا باش تعرف هاد الجامعه عندنا هنايا تا هما القحا ما يسواش فهمتي باش يعرفوا جوج ايكيبات من مانشستر عندهم تيران ديال يونايتد تيهز 75000 واحد ها وكانوا يديروا لك لي طابلو على برا
هو شحال هو مش حد يهز تي 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 هذاك تي حيتي تي لحقوا له 85 ايوا على 10000 واحد ويديروها مانشستر ويلعبوا لكم تما ويقولوا لا فيديراسيون ها ولندن ديك الساعه تولي لندن خصها تسوفري غادي يقولوا لا يقولوا الاف لا 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 شنو يقولوا صحاب الترانات خدموا لينا لا ولا حولوا الماتش يقولوا لهم حولوا الماتش حيت كاين لا غريف دابا الناس غيتعذبوا ولكن كانوا يتكلموا يقولوا ما لاعبينش يلاه التلفزيون التلفزيون مش قول ها التلفزيون اللي لعبتو دابا عليها واش فهمتي ولا ما فهمتيش ها سيرو تفرجوا في لاكوب ديال الفينال مال مورينو مورينو تصرع هذاك فهمتي من المترجم حتى ولا المدرب شتي الناس كيتقدموا في المغرب تكون مترجم تبقى مترجم تيشدوك في جامع الفنا يقول لك تحرج على التوريست الله يعطيكم العافيه صافي هادشي علاش جينا نتكلمنا حنا جينا باش نضامنوا مع داك الصحافي وداك الصحافي راه المخزن راه يخدموا لان ماشي شي واحد من اللي يخدموا ولا كاع دارت لهم الخبا يخليوه ليهم تما مسمرجها يديروا تما يعطيو داك الايمينيتي باسبور احمر يولي دبلومات وريح تما ويبقى ديك الساعه يعمل تدوينات يدوب كيما بغا ياك ماشي هو مبقاش ليه مشكل مع الحكومه الا بغا يدخل فيها الحكومه ديالو بتحلم ندخلو معاهم دابا يقول له هادي برايفيت كيس بحنا ما داخلينش فيها تحلم يقول لهم تحلم ما داخلينش هذا غادي نعطيوه دبلومات الناطق الرسمي في السفاره ديال تبركي هو لا انا غنمشي بحالتي قولوا لي روح للقبود قولوا لي ني بغيت نمشي بكري يلاه نمشي دابا هذا قال لي هذا قال لي عيني حنا قلنا مدي سيروا 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 سيرو. الله 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 يهديكم الله يهديكم الله يطيركم ما في مشى لينا الناقص الناقص مشى شتي الناقص مشى لينا الناقص والله ما عرفت مشى نديرو هذا ونديرو والله ما طاحنا مشينا نديرو هذا مدي ونديرو هذا ديال المروك ها Ladies and gentlemen, finish your drink and piss off, please. And thank you. Oh, voilà. هذا هذا الناس اللي غايتي يلاه مازال ما شافونا راه البار ما اللي جا بغيت يتفرج عندنا راه كاينش ما عندناش الجزيره اليوم حيدناها تضامنا مع داك المروكي عبد الصمد عبد الصمد نصحبو شي واحد مع دوك الملحون عبد الصمد يرعلي من قطر لأنه تدخل مانيهاش الله ودوك الناس اللي قالوا لي على التيشيرت مشات البارح ها هما ها التواصل هما مدي راه كاين النمر هنايا باش نعرف هذا واش كيمشي عندها دابا اللي بغا شي تيشيرت ها هما انا كنت بغيت نجيب عليك العنوان ديالكم نجيب عليكم حتى تما لان انا كنت تنشرف داك البال اللي عارف البال في الدوره هاك كاين الحمام هنا في القلم ولا بيسين مرة هذاك وهنا في قطع الشاطئ مقابل بعد كان واحد البار تيقولوا لي دانييل غوش انا واحد الانجينيور ديال الشيمان دي فير اسمه دانييل غوش هذاك البار كنا تنشربوا فيه ايوا نتوما ساكنين اللور ديالو بوشي ستا شي حاجه ما نقولش سميتها مدي ايوا راني دوزت تما كنت ندردق تما ملي كنت باقي كبير اما دابا شفت انتوما شوف اللي يبغى شي وحده بحال هادي راه قلنا لكم و اسمه الاخ ولا الاخت اللي صيفط ليا هذاك الفلوس راه خصني نرجع لك 5 بونات لان نتوما انت في الانجليز غير 25 بونا 5 ديال لابوست تبقى لي 5 ايوا الا بغيتي نصيفط عليك اعطيني هذاك صيفط لي الايميل ديالك ونصيفط عليك ولا غادي يقول لي نشربها انت ولي عجبك فهمتي دابا راه 5 بون هذا 5 بون لان في الانجليز غير 25 بون لانه
ما كاينش مثلا مش لاسورونس تنسول هذو تلقى رخيصه على برا 30 بونه الانجليز 25 اذا كنت جاي 20 بونه لكن جاي نجيبو معايا ونعطيهم لك في يدك نتلاقاو حنا فيكتور ونبداو هذيك 20 بونه اما في البوسطه 25 خارج 30 بونه فلهذا راه عندي 5 بون ديالك عندي هنايا فهمتي ما لا كلش انا ماشي هذاك ديال بلجيكا اللي قالك عطيني لاكارت ناسيونال انا نخش فلوس عباد الله انا مثلا نخش الحرام يعني العام كله وانا نشرب الحرام ونزيدو حتى الفلوس هي وحشومه لا واحد العرق قال لي لا ما عنديش لا ما عنديش فلهذا راه يمكن يمكن يمكنك تجي اليوم يعني كنت مع عندكم البوصه تما ماشي ماشي بحال راه يمكن تجيك اليوم ولا تجيك نهار اثنين صيفط ما كاينش راني عندي داك التراكه النيميرو ديال التراك ما نبينوش لك هنايا كيشوف شي واحد يمشي يخرب ها هو هذا باش خلصت وهذا ديال البوستاج فلهذا اقول قولي ولي القول بحالتي نقول لا استغفر الله لا ولا علاش نقول استغفر الله ما درت والو مولي التاكسيات يستاهلوا شاهدوا شفارة مولي التاكسيات شفارة اقولها واعدوها وكاع اللي تيحامي عليهم حتى هو شفار الا ما تبغيش المشكل هو الكريمة الا ما تقدروش تكلموا على الكريمة واجمع فمك وروح فهمتي كيفاش قضية المشكل ديال التاكسيات في المغرب لا ماشي من اندلسيا من طنجة تل الواد والسنغال تما المشكل ديال الكريمة حيدوا لي هاد الكريمة سوسة الكريمة مرض حيدوها وداك اسمو هذاك محمد الجواهري خصكم تجريو عليه يا هذيك نبيله الرميلي جري عليه واش هذا شكون هو شو ما قادوش يعيشوا بلا بيه جري عليه ما عندوش شفار واش ما كيشفر لك شفر وداك القجع فمو تا هو غير جري عليه هذا جري عليه صافي بيرسونال لونغاج جري عليه ديش فر ما قامش بالشغل ديالو جري عليه كازا ايفان اش من كازا ايفان ونود داك ديال الشباب المحمديه تيقولك بغى اذا رئيس المجلس ديال المحميه كيبغي يجيب كازا ايفان تمشي ليه ديك القاعه اللي هذه 10 سنين هي مسدوده وانا جبتيه غادي يخلي ديال ما مسدوده طول حياتها اسمع ليا هذاك الشفار انت الشفار انت يا انت اي تمنى ولا اي تلمى مدي نقول لك لانك دوسي الحبس مجرم على حساب القانون المغربي لهذا غادي نجيبو كذا ايفنت مشي لنا القاعه ودي جيب واحد مخلبوطه في الدار البيضاء ودي تما يلا تسلم عليكم بدات 2 جوني نمشي بحاجه مشي على الاولى